يعني ايه؟ دخلني ولا اقول لك اللي انا عايزه؟ امنع الباب وامشي. مالك في ايه؟ تعبانه قوي يا ياسر. طب ارتاحي، تعالي ارتاحي. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه دي؟ انا عارفه انك زعلان مني، بس صدقني مش بايدي، غصب عني والله. بس انت شكلك تعبان قوي، اهدي كده وبعدين نتكلم. لا لا، مفيش وقت. انا كده ارجع لك شبكتك واقول لك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. استني هنا، انا مش عايز شبكة ومش هسيبك تمشي تاني. مش هينفع يا ياسر، خلاص الموضوع كله كان غلط من الاول اصلا. غلط؟ اه، ولازم نصلحه. انا ما عنديش استعداد افضل وعدك بحاجه عمرها ما هتحصل. استني هنا، انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. اختفيتي ليه ورجعتي ليه وعايزه تختفي تاني ليه؟ اسمع عشا.